ازيكم؟ طبعا انتوا فاكرين ان انا اللي هقدم الفكره دي، بس انا النهارده مش انا اللي هقدم الفكره دي. يلا حيا عشان تقدمي الفكره دي وتقولي لهم احنا هنعمل ايه النهارده. يلا، طبعا انتوا جمهوري في اسكندريه عارف مين حياه، هي دايما بتطلع معايا في اللايفات، واعتبروني كده ان انا وهي صحابكم وقاعدين معاكم في البيت. يلا حيا قولي لهم احنا هنعمل ايه النهارده. النهارده هبقى هتعمل لكم صابون الجليسرين اللي انتوا متعودين عليه، في منه انواع، في بيرطب وفي منه تفتيح، وتقدري تستخدميه كصابونه يوميه. ده عندنا على طول الحاجات دي بنبيعها عندنا في الصالون، ودايما بنعمل معرض، البنات كلها عارفينه ان احنا لما بنعمل المعرض بتكون عندنا الصابون ده. قولي بقى كملي. يلا بس فهي هتوريكم الطريقه ازاي بيتعمل، عشان احنا اسكندرانيه وانتوا بتقولوا بيتعمل عشان كده الموضوع بس بنتلخبط فيه. معلش اتفضلي يلا حيا كملي. بس فهي هتوريكم ازاي نقدر نعمل في البيت ونستخدمه ازاي. سامحونا عشان احنا متوترين جدا، بس احنا شويه شويه وهناخد عليكم وهنبقى معاكم زي اللايف بالظبط، بس موضوع الكاميرا يعني مش اخدين عليه، بس اول ما هناخد عليه هتلاقونا بنتنطط يعني زي ما بنعمل بالظبط في اللايف، بس يعني احنا متوترين شويه. يلا احنا دلوقتي اخدنا مكعبين بس مش اكتر عشان نوريكم بس ازاي الطريقه. اخدنا مكعبين وحطينا عليهم زيت عطري وزبده شيا، سيحناهم مع بعض وحطينا عليهم زيت ارجان، وبعدين قلبناهم كده تمام، وحطيناهم في قوالب سيليكون. السكر فين يا حياه؟ كان هنا؟ هنا اهو. كان نجيب نفس الشويه اللي باقيين علشان اوريكم ازاي نقدر نعمل بيه برضو سكراب. نفس الشويه دول هناخد حوالي يعني نص كوبايه سكر وهتقلبيها كده نفسها بالظبط، نفس طريقه الصابون، بس هي بتبقى سكراب عشان يبقى مقشر، يبقى حلو جدا. عارفه الموضوع ده بيبقى بالنسبه لك حلو جدا وينفع جدا ان انت تعمليه مشروع من البيت وتبيعيه اونلاين. يعني انا عايزه كل البنات تبقى تعمله طبعا هي دي هتحتاج بس ان هي تسيح شويه علشان دايما بتحتاج النار، فمعلش بقى سامحوني، هي المفروض على طول اول ما انا اعملها اصبها يعني في القالب. فالمهم في النهايه هتطلع نفس الشكل كده زي ما انا عاملاها دي، بتستخدميها سكراب وتستخدميها صابونه. احنا بنستخدمها حلوه جدا صح حياه؟ اه حلوه جدا. في منها كمان نوعين، اللي هو في النوع اللي بيرطب او كده. يعني احنا دايما عندنا اللي هي بيبقى فيها السكر دي دايما بتبقى تقشير لجلد الوزه كمان لو حد بيعاني منها، والتانيه بتبقى مرطبه اكتر وتفتيح اكتر. ودايما لما بيجوا لنا في المعرض بنقعد نقول لهم بيبقوا دايما عايزين الصابونه علشان بيفتح وبيبقى حلو معاهم جدا. طبعا كل بنات اسكندريه اللي بيشوفوني جروبي انا عايزاكم تصوروا ده وتبعتوه على البيج كل الحاجات اللي انتوا عملتوها، ولو انت لقيتي ان ده ينفع يكون بيزنس ليكي، يعني بصي انت تقدري كده تغلفيها وتعملي لها باكنج حلو، وتبقى حلوه جدا ان انت ممكن تكون دي مصدر ليكي على فكره وانت قاعده في البيت. وفي بقى انواع كتير قوي، لو انتوا حبيتوا الفكره انا ممكن كل حلقه اعمل لكم منتج جديد حلو جدا ومفيد لبشرتك وهيفيدك انت يعني كبزنس ليكي. ابعتي على الصفحه وصوريها ونعمل مسابقه كبيره، واحسن طبق احسن يعني واحده تبقى عملت صابون. احنا هنعمل مسابقه بقى على هوا زينا. يعني احنا دايما متعودين نعمل مسابقات، فهنعمل مسابقه هنا وهديه. طب هنبقى هنكسبهم ايه؟ صابون او نكسبهم؟ هنكسبهم ايه؟ اكيد مش هنكسبهم صابون، هنكسبهم ايه؟ يعني ممكن يصابون نشوف هم محتاجين. لا ممكن البنوته اللي هتبعت على البيج عملت الصابون وشكله حلو واحلى، طبعا انا عندي حاجات اشكال احلى من دي بكتير، بس علشان الوقت وقت البرنامج ليها خاتم وسلسله، ودي هنعملها عن طريق يعني مسابقه، ممكن مسابقه على بس البيج. بس انت بعتيها على البيج، والبيج اعتقد هم هينزلوها على الشاشه. يا رب اكون قدرت افيدكم ويكون ليكي بزنس حلو. الصابونه دي حلوه جدا، انتوا بتشوفوها بس ما بتبقوش عارفين يعني هي اتعملت ازاي. انت كنت متخيله ان الطريقه سهله كده؟ لا الاول ما كنتش متخيله. صح. الموضوع كله سهل، مش هيبقى صعب يعني عليكي، وحاجه هتبقى سهله جدا وتقدري ان انت بعد كده تستفيدي بيها، وحاجات كتير قوي ممكن تعمليها من وانت قاعده في البيت، بس هو الشكل بيخدعك، انما هي كل حاجه طبيعيه حلوه جدا. ويا رب يا رب اكون فدتك وانت كمان تفيديهم. ولا انا ولا هي ننفع ومتعين ولا ما ننفعش. احنا بنحبكم يعني، احنا طالعين
ان احنا بنحبكم بجد، وانا عاوزه كل البنات اللي مش معانا في الجروب تدخل معانا في الجروب، جروب هبه المهدي. انا عايزه اكبر بيكم، وانا بعمل معرض دايما. المعرض اللي احنا بنعمله بيبقى معانا سيلر بس، دايما كانوا بيبقوا من اسكندريه. بس ساعات اخر مره كان بينزل معانا في بازار سالي فؤاد، كان بينزل معانا ناس من القاهره، من القاهره بس مش كتير. مش كتير، بس المره الجايه بقى احنا نعمل بازار كبير قوي ان شاء الله، وهيكون موجود معانا كل البنات اللي هتبعت، او البنات اللي عاوزه تنزل منتجات ليها، عايزه عندها لبس، بتعملي بيزنس. احنا عايزين كلنا نقف جنب بعض، كلنا نساعد بعض، نكبر البيزنس بتاعنا. يعني ده احسن حاجه للبنت تستفيد فيها، في ان هي يبقى عندها بيزنس لوحدها، صح؟ طبعا. فيا رب ان شاء الله اكون قدرت افيدكم، وتعالوا بقى علشان نروح للفقره اللي بعدها. تعالوا نطلع فاصل ونيجي تاني.